ازاي كرشك يخلص قبل رمضان ما يخلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الدايت. ازاي نستغل رمضان في اننا ننزل دهون الجسم وما بقاش عندنا كرش. اهم حاجة هي الدايت. دايت رمضان ودايت رمضان ودايت. بصوا كده بالراحة، احنا هنلعب على حاجة جديدة وهي اننا هناكل اكل البيت بس بالسعرات الحرارية بتاعتنا. فاحنا اول حاجة هنعملها ان احنا نحسب سعراتنا الحرارية اللي جسمنا محتاجها. تاني حاجة ان احنا نعرف البيت اصلا عامل اكل ايه والاكل ده فيه كام سعرة حرارية عشان نعرف ندخل سعراتنا الحرارية من الاكل اللي البيت عامله. ولو ما بتعرفش تحسب سعراتك الحرارية اتفرج على فيديو ازاي تحسب سعراتك الحرارية، هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت. طيب لو عايز تخس يبقى هتنزل 500 ل600 سعرة حرارية من مجموعك اليومي لسعرات الحرارية. ليه بقى؟ ليه 600 وليه يعني ليه مش 1000 مثلا؟ ما انا هخس اصلا عشان ما يحصلكش التهاب في الجلد او شعرك يقع او كل الكلام ده، لان الناس اللي بتعمل وبتمشي على دايت صعب جدا بيحصل معاهم مشاكل دي، معظمهم بيحصل معاهم مشاكل دي. فاحنا خلينا من 500 ل600 سعره حراريه في اليوم ننزلهم من مجموعنا اليومي، وبكده يبقى احنا ماشيين في الصح. ثانيه واحده بقى، احنا عملنا الدايت وعملنا سعرات الحراريه ومشينا على الاكل، طيب التمرين هنعمل ايه في التمرين؟ هقول لكم هنعمل ايه في التمرين. هنتمرن 10 دقائق في اليوم، عشان في ناس في رمضان بتبقى تعبانه وبعد الفطار بيبقى عندها شغل وما اعرفش ايه والبلاي ستيشن وكل الدنيا دي واخدانا. فاحنا نتمرن في رمضان 10 دقايق بس، اللي هو نساعد مع الدايت ان جسمنا يحرق دهون بشكل اسرع. طيب ايه التمارين اللي هنتمرنها؟ هسيب لكم فيديو ازاي تنسف جسمك في 10 دقايق بس في الديسكريبشن برده تحت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وتكتب لنا في الكومنتات الفيديوهات الجايه عايزينها تبقى عن ايه. باي.